النجمة سوسن بدر قالت إن مشاركتها في المسلسل الوثائقي أم الدنيا كانت أكثر صعوبة بالنسبة ليها من المشاركة في أي أعمال تانية سواء في الدراما أو السينما، والسبب في ده هو ضرورة حفظ بعض الأسماء الصعبة والمحافظة على سرد المعلومات التاريخية بدقة، لكنها في النهاية استمتعت جداً بالعمل وبالنجاح الكبير اللي حققه بعد عرضه. مسلسل أم الدنيا اتعرض في 15 حلقة بتتكلم في إطار تشويقي وإنساني بسيط عن تاريخ مصر الطويل من بدايته حتى العصر الحديث، وأصبح من أكثر الأعمال مشاهدة عبر منصة واتشت. كمان النجمة سوسن بدر بتشارك في الموسم الرمضاني 2023 من خلال مسلسل بابا المجال، واللي هتجسد فيه دور والدة النجم مصطفى شعبان. بابا المجال مش العمل الوحيد لسوسن بدر في رمضان 2023، لكنها كمان هتشارك في مسلسل جميلة مع ريهام حجاج وعبير صبري وأحمد وفي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة والإخراج لسامح عبد العزيز. مصر القديمة، مصر الحرة، كلهم إحنا، هي حكايتي وحكايتك، هي حكايتنا، حكاية أم الدنيا. هنروح مع بعض في رحلة عبر الزمن، هنسافر ونسأل وندور ونشوف ونقرب منها ومن بعض، ونعرف إحنا مين وليه هي أم الدنيا.